جزاكم الله خيرا، ما حكم الشرع في الهواجس والخواطر التي تخطر بالبال أثناء الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. هذه على الإنسان أن يعالجها وأن يحضر قلبه في صلاته ويترك هذه الهواجس، أما إن استمر معها ولم يعالجها فإنه لا يكتب له من صلاته إلا بقدر ما عقل منها، وقد لا يكتب له منها شيء، لكنه لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، لكن في الحقيقة لا يكتب له ثواب، ليس له من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء في الأثر، والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فروح الصلاة ولبها هو الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه الهواجس وهذه الأفكار والانشغال بأمور الدنيا هذا ينافي الخشوع، فهو يصلي بجسمه ولا يصلي بقلبه، أو يصلي بجسم حاضر وقلب غائب، فهذا لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، وقد لا يكتب له منها شيء، فتكون تعبا عليه بلا فائدة. وهذا مما يؤكد على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية صلاته بعد الاستفتاح وقبل القراءة بحضور قلب، وإذا حصل له هواجس فإنه يصرف قلبه عنها ويحضر قلبه مع الله ويستعين بالله عز وجل. نعم.